هل تسعى لكسب المال عبر الانترنت؟ طبعا كل شيء كيقلب يربح الفلوس، ولكن المشكل كي كتخدم في موقع ولا تطبيق في التالي ما كيخلصكش، وكتضيع في الوقت ديالك اللي استثمرتي، وفي التالي ما خديتيش داك الشيء اللي كتستحق. فهاد الموقع غادي ان شاء الله تعوض داك الشيء اللي فات، لان هاد الموقع هذا كيدفع وكاينين بزاف ديال الاثباتات السحب، وقلبت في الموقع مزيان وفيه فرصة انك تربح منه فلوس. طريقة بسيطة وسريعة للربح من الانترنت، والجميل في هذا الموقع هذا هو انه كيدعم اللغة العربية، كما كتشوف هنا كاين اللغة الانجليزية والعربية والفرنسية ثم الاسبانية. واهم حاجة كتشوف هنايا الاعضاء المسجلين في هذا النهار هذا 631 واحد، الاعضاء 133000، اكثر من 133000 عضو مسجل، وعاد المستخدمين الحاليين 370 في هذا الوقت هذا. وهذا المونطون اللي تم ادعوه في الموقع وما الى ذلك. والمزايا ديال الاعضاء هنا كما تراه، لا توجد اي متطلبات لربح من الاحالات، سعر الترقيه يبدا من 1.96 في هذا الموقع هذا، في الميزه ديال الترقيات الحساب، يعني ما كيكون الحساب ديالك في واحد النيفو اللي هو طالع، تيكون عندك كيحطوا لك الاعلانات اللي كيكونوا هما ممولين بشكل جيد، يعني كيكون فيهم شويه الكوميشن طالع. واخا سيدي زيد كما كتشوف هنا يقول لك تصل نقره الى 0.02. المهم هادشي كيكون عاوتاني واحد الخدمه اللي هي كاريك واحد شويه على الخدمه العاديه. بالنسبه للناس اللي باغي يدير ترقيات الحساب راه عادي، راه يمكن ليك دير ترقيه الحساب من خلال انك تشوف لهم، تدخل للتليجرام ديالهم ولا دير لهم تشوف لهم فيديوهات ديالهم، تدخل القناه ديالهم من يوتيوب، وهما كيعطيوها لك فابور يعني بلا ما تشري. كما كتشوف هنا مزايا المعلنين، كما هذا الموقع هذا تقدر تربح منه انت، تشوف الاعلانات ديال المعلنين، كما انك تقدر دير انت الاعلان للمنتج ديالك والاعلان اللي عندك ويب سايت، باغي تزيارات، باغي تشوف دير اعلان لشي خدمه، عندك ابليكاسيون باغي تشهرها، باغي دير ليها الاعلان، يمكن لك ديرها في هذا الموقع هذا. وجدا الاعلانات رخيصه هنايا، كتشوف نظام الاعلانات رخيص، تجيب الزوار لموقعك، يمكن لك دير كما قلنا دير اعلان للموقع ديالك. ولا هناك كيقول لك هنا بلي في هذا الموقع هذا كاين نظام حمايه ضد الغش، يعني داكشي كيتم، يعني الكاليتي ديال الخدمه مزيانه، نظام الاعلانات الدخول، نظام اعلانات المكتبات. المهم وقال لك امكانيه استعاده ما يصل الى 80% من قيمه الايداع. والمزايا ديال الموقع سيدي، اتصال امين الفارق دعم السيبول، عندهم 7 ايام وعلى 24 ساعه على 24، وتسجيل عن طريق الفيسبوك يمكن ليك. المهم فيه بزاف ديال الحوايج، موقع جميل جدا حقا، فيه بزاف ديال الاثباتات السحب، هو كينفع الناس اللي مبتدئه اللي باغا تربح فلوس من الانترنت وما عندهاش راس المال وما عندهاش خبره كافيه، لان هنا ما تحتاج لا خبره، ما تحتاج لا خبره مسبقه لا حتى شي حاجه، يعني غادي تدخل انت غتشوف الاعلانات، لا انستالي التطبيق هو غادي يخلصك. ولا عند الناس عاوتاني اللي عندها يعني الناس اللي دايره عندها ويب سايت كما قلنا، عندها ابليكاسيون باغي دير الاعلان المسائل ديالها، ممكن لها دير هنايا الاعلان رخيص وغادي تستافد. هنا مشاهده الاعلانات يمكنك الربح ببساطه من خلال مشاهده الاعلانات المعروضه، انك تشوف الاعلانات وكتربح فلوس، يعني ما كتحتاج لا دير دومين لا دير ما كتحتاجش انك تبيع شي حاجه، ولا لان باش تبيع شي حاجه تكون صعيب اكثر. وحصول على الاحالات، هنا كيقول لك لو شاركتي الاحاله، ربط الاحاله ديالك مع الاصدقاء ديالك، غادي تربح ما يصل الى 80% من الاجمالي الارباح ديالهم. الا شي واحد جمع 10 دولار غادي تاخذ اكثر من النص، ماشي تاخذها من عندنا، انما هو الموقع كيخلص هادشي. هذا سحب الاموال، يسحب ارباحك بسهوله عن طريق البنوك الالكترونيه والحوالات البنكيه وغيرها. المهم توجد عده اشياء، قم بتقرير عضويه وبزاف ديال المعلومات. حنا غادي نمشيو نتجو دابا نسجل، نوريكم الطريقه كيفاش نسجلوا في الموقع. طريقه بسيطه جدا، كدير التسجيل، وانا حنا قمنا بالتسجيل واخيلا، ممكن كدير التسجيل الدخول الى الموقع، وبعد ذلك كدير الايميل، تعاود دير تكونفيرمي الايميل ديالك، كدير الموت باس جوج مرات، كدير انا كتجاوز كاباتشا اللي هو انا لاصق برنامج روبوت، وبعد ذلك كتسجل عادي جدا ما فيها لا مشاكل. الاول كنشوف هنا نيرو التسجيل، شي يعطينا البلايص فين غادي نديرو هاد المسائل اللي قلنا لكم، ربما نكون انا ديجا مسجل، انا راه ديجا دخلت كنشوف هنايا. المهم هادي هي واجهه الموقع، ملي كتدخل كيعطيك بحال هاد الشكل هذا، هنا كيعطيك رابط الاحاله، ممكن تشوف هنا تيدير لك هنايا الاسم الموقع، وهنا كتشوف فري لايف تشالي. غادي نحط لكم الرابط، غادي نحط لكم الاحاله ديالي اللي بغى يدخل مرحبا، غادي نحط لكم الاحاله، وغادي نحط لكم رابط مباشر، يعني بنادم يدخل من ما بغى.
داخل كتشوف هنايا كاين اللي غادي يسول دابا منين غادي هنايا في سميتو هنا كتشوف كيعطيك هنا الاسم المستخدم ديالك كيعطيك شحال الرصيد اللي جمعتي يعني شفتي اعلان واحد عطاني هذاك سميتو فريلاين كيعطيك النهار اوكي طريقه العمل في هذا الموقع شوف هنا كتضغط في هاد الشرات اللي كاينين الفوق اللي من بعد تمشي للربح الاموال وكيعطيك هنايا اربعه ديال عندك اربعه ديال الطرق اللي تقدر تربح منهم من هذا الموقع. اول حاجه هي مشاهده الاعلانات، ثاني حاجه هي الترافيك اكسشينج، وثاني ثالث حاجه هي بوين كون شنو هي دي كونتيست وثالث حاجه هي بوين كونتيست، ورابع حاجه هي الدفع مقابل التسجيل. هذا الشيء اللي كاين في الموقع هذا تقدر تربح من اربع طرق اللي ما تشاهد الاعلانات كتضغط على مشاهد الاعلانات كيديك البلاصه فيها الاعلانات لا تعد ولا تحصى حرامات كمل هذا ندخلوا نشوفوا كاع هاد الاعلانات هادو الشرف شنو كاين اعلانات لا تعد ولا تحصى راه ما تشوف خصك يكون عندك الوقت تكون كتخدم الانسان يكون عمالي هذه يعني كل وحده في هادو عندك كدير الاعلانات المونتاج ديالها عند اي وحده دابا دخلتي لها في هادو كتلقى عندها الرون ديال الاعلانات سي بي اي اللي تا هو راه هنايا داير خاشيني فو هنايا سي بي اي اللي في المنظور كنلقى هذا الموقع هذا راه ديجا شرحناه حتى هو مع شرحت واحد الفيديو في واحد ولا اربع مواقع منهم هاد السي بي اي اللي راه ديجا شرحناه في واحد الموقع هذا الموقع هذا راه زين كاين الناس كدير منه التسويق بالعموله اللي باغي يرجع يشوف هذا الفيديو هذا اللي ديجا هضرنا عليه على السي بي اي راه نحط لكم ايبان لكم في القناه هذو اللي تضركنا ولا في هذه كليكي وشوف مع راسك ونرجعوا ومن هنا الى كان عندك شي مشكل يمكن لك ولا عندك شي استفسار يمكن لك هنايا تضغط على الدعم بعد ذلك يمكن لك تبحث هنايا على الاسئله الشائعه الا كانت شي حاجه اللي هي بسيطه ولا شي حاجه اللي هي شائعه بحال حد الادنى للساحب واش من وسيله الدفع واش كدعم شي المهم كتسول على شي وسيله الدفع محدده ولا يمكن لك تدخل الاسئله الشائعه راه تما كتلقى بحال هذوك الاسئله اللي كيدوروا في البال ديال اي واحد لانهما داك الشيء عارفينه ومن الدعم الاخبار ومن شروط الخدمه كنصحكم ديما تقرا شروط الخدمه ديال اي حاجه باش تعرف شنو كدير ما بقاش تخدم حتى الاخر وتصدق داير شي مشكل وهنايا الحساب ديالك كنتي غتعدل فيه هنا الصفحه هي موقع جديد موقع زوين اللي باغي يخدم يجمع راس المال يتفضل مرحبا به وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم موقع جديد ولا طريقه جديده ولا استراتيجيه او تطبيق جديد لربح المال من الانترنت والسلام عليكم.